بالبيتس، وهو لعيب كوره ما حققش الالقاب طبعا الحقيقه كمدرب، وقا قيمه كبيره تدريبيه مع النادي الاهلي. تمشي على طول الكره الثانيه اماميه خطيره جدا بدون اوف سايد، هوبا ويت ان دي سي، وهدف اول الاهلي. اوه عمل الويت ان دي سي المساعد الثاني، في واحد كان متسلل واحد لا، لان المساعد الثاني ما رفعش الرايه. حسن الحمادي شوف الكره، شوف الكره وشوف الهدف الاول بالنسبه للنادي الاهلي. اذا يتقدم الاهلي المصري باول اهداف المباراه. شوف الكره في الاعاد، شوف الكرة في الإعادة يتقدم الأهلي. والله كمان ده كبير، بص لحظة لعب الكرة، لحظة لعب الكرة، إسلام محارب متسلل، ده مش متسلل، عظيم المساعد الثاني. المساعد الثاني عمل أحلى ويت ان دي سي، الله 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 على المساعد الثاني وروعته وجماله. يسجل فريق النادي الأهلي من كرة جميلة، بص شوف 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 الهدف الأول، هدف ممتاز 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 عن طريق النجم الكبير إسلام محارب. إذا يسجل النادي الأهلي أول أهدافه هنا في اليوبيل الفضي بالنسبة لنادي الفجيرة، هدف أول جميل للنادي الأهلي. سبحان الله، سبحان الأندية الكبيرة على غرار وقيمة النادي الأهلي. 8 دقائق أولى، محاولة كروس باس بالنسبة لصالح الكرات العرضية للأهلي. مرة أخرى تاني ماجد ناصر حارس المرمى، ماجد مكسب فيه كبير، خطيرة جدا يا ولد. الله، هو هو حبيبي حبيبي قلبي حسام غالي يا ولد. الله الله الله، كفاني 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 كفاني، لكن على طول يتألق حسام غالي. شوف الهدف عند دول غير، الهدف عند الناس دي لحسام غالي تاني. بص اللعيبه، بص اللعيبه، يجمع اللعيبه، رجل المهام الصعبه وكفاني النادي الاهلي. بص شوف حسام غالي لسه الارجواي، وكان بيلعب من يومين وهدف، لكن كان طبعا ابعد من كده. لما شوف حسام غالي، شوف القرار، راحت له الكوره بالراس، وهو ده نجم النادي الاهلي وبرنس النادي الاهلي واستاذ النادي الاهلي وفنان من فنانين الاهلي. هات في جوه، هات بالشمال يا حبيبي، هات بالشمال يا حبيبي، هات. شوف حسام غالي هدف ليه طعم تاني، يتجمع عليه اللعيبه كقيمه وكقامه ممتازه ممتازه ممتازه. شوف حسام غالي، شوف بالقدم اليسرى يا ولد لعيب، يا ولد يا لعيب. في الخمسين عام بتاع الفجيره حسام غالي يسجل هدف ما ينساهوش لمده 50 سنه. بص شوف الكوره يا ولد، يا ولد على الباكورد، يا ولد على الكره الجميله من حسام غالي. هدف جميل في ليله جميله، الليله كلها حلوه، الليله كلها هنا في الامارات حلوه، ويجملها طبعا وتجملها الاهداف الجميله بالنسبه للاهلي. يسجل هدف اهلاوي جميل، 2-0 الان. ادي حسام غالي هدف ثاني غير، ابعت يا عم الكوبالات، ابعت مفيش مشكله. حسام غالي، حسام غالي وجودهم مع النادي الاهلي هيبقوا كبار، هيبقوا كبار، نادي عظيم، نادي كبير طبعا. اللعب ليه موضوع تاني، حدوته تانيه، وحلم كبير بالنسبه لاي لاعب مصري ان هو يرتدي قميص قطب كبير جدا اسمه النادي الاهلي الحقيقه في سنوات. تمشي على طول الكره تانيه وهي خطيره ممتازه ممتازه ممتازه، اوبا الله يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا اسلام يا محارب، يا ولد على الهدف الجميل. اسلام محارب فرح الدنيا، فرح الجمهور، فرح فرح الصغير والكبير يا ولد. والله كمانتي جميله يا صغيره، كمانتي جميله يا صغيره يا صغيرتي، مع كبير كبير اسمه النادي الاهلي. بص شوف الاهلي بيعمل ايه، لمسات همسات غمسات، انه الكبير الاهلي، الاهلي الاهلي الاهلي، حير الدنيا حير الجميع. انما السؤال يكمن دايما في اسم النادي الاهلي، الحل والاجابه كلها تبقى دائما في اسم النادي الاهلي. شوف اللمسه، شوف اسلام محارب ترقيصه 7-8-3 جميله، الله الله، رقص كل الناس وحط الكوره على واحد من الحراس الجمال الحارس صالح ربيع. اذا يسجل النادي الاهلي ثالث اهدافه، هدف جميل بالنسبه لحسام غالي وهدف ممتاز بالنسبه للنجم الكبير اسلام محارب. عبد الرحمن والفنان حسام غالي، وينضم اليهم اسلام محارب بهدف راقي ورائع جدا هنا في هذا المساء الجميل. يمشي على طول فجيره خطيره، الفجيره الجول، هوبا الهدف الاول، جول جول للفجيره، 3-1 3-1 3-1، يسجل نادي الفجيره هدف. فريق اللي هدد مرمى النادي الاهلي في اكثر من موقف، شوف الكره، شوف الانطلاقه، شوف تحركات لعيبه كبار، لعيبه كبار. يتالق الان نادي الفجيره ويسجل هدف جميل جميل جميل. اذا المتابعه، اذا دانيلو والبدلاء بتوع الافطايم الثاني يصنعون الفارق في هذه الليله، متعه 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 كبيره جدا عن طريق دانيلو. يسجل دانيلو، شوف الكرات العرضيه، شوف الكرات العرضيه تعدي من تحت ايد حارس المرمى، الحارس علي لطفي، الحارس علي لطفي، تعدي الكرة من تحتيد حارس المرمى علي لطفي للتلت الأمامي. هذه المحاولات الأمامية أهلاوية خطيرة جدا، التلت الرابع 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 يا ولد.
البلد على الاهلي. جول رابع للنادي الاهلي، يسجل الاهلي رابع الاهداف. الله عليك يا اهلي، الله عليك يا اهلي، رابع الاهداف يسجلها النادي الاهلي. شوف الفرحه وشوف الجمال، وادي الكره وادي الهدف الجميل، الهدف الرابع، وادي مارادونا. مارادونا 4-1 الاهلي. شوف الخطا الكبير في التمركز الدفاعي، انما شوف غالي، شوف غالي، ليلتك يا غالي، ليلتك يا غالي، حد ما ياخدش باله من حسام غالي. يا الله يا الله على الاهلي وجماله. شوف الكره، شوف الكره، شوف الروعه، وحارس المرمى حب يقفل الجبل يسرى، لكن في ذكاء عالي كبير. يا ولد يا ولد يا ولد، من زاويه ضيقه جدا يسجل النادي الاهلي هدف جميل عن طريق محارب. الهدف الثاني للشخصي والرابع للنادي الاهلي، يسجل رابع اهداف اللقاء اسلام محارب في روعه جميله، في كرنفال جميل، يثبت الاهلي قدراته عن طريق اسلام محارب. الاهلي بمن حضر، الاهلي بمن تواجد.